في هذا العدد نتابع حدث مناقشة المشاكل المرتبطة بقطاع التعليم، وكذلك كيف كان الدخول المدرسي مع وزير التربية الوطنية خلال حضوره بمجلس النواب. أما تحقيق العدد فنتناول من خلاله الظروف المحيطة بالمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. أما فقرة ثلاث أسئلة إلى فنرصد من خلالها الأسباب التي دفعت بالحكومة لسحب مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، ومن بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها ذلك المتعلق بالتعليم وذلك بحضور وزير التربية الوطنية. فما هي أهم المشاكل المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك كيف كان الدخول المدرسي، وكيف تفاعل النواب مع أجوبة وزير التربية الوطنية؟ نتابع هذا التقرير. التقليص من الهدر المدرسي مع تحسين المكتسبات الدراسية، تلك مقومات تحقيق الجودة المطلوبة بنظامنا التعليمي. هذا ما عبر عنه وزير التربية الوطنية أمام أعضاء البرلمان. أعضاء طالبوا الوزير بإيجاد حل سريع لملف التعاقد. بالنسبة للوضعية ديال الأساتذة المتعاقدين، كنا طيلة المرحلة الحملة الانتخابية وحتى بعدها سمعنا مجموعة الوعود كتعلق بتحسين الأجر ديالهم، كاين اللي كيهضر على إدماجهم في الوظيفة العمومية، كاين اللي هضر على تحسين الأجر ديالهم بأكثر من 2500 درهم. للأسف لحد الآن لا على مستوى قانون المالية ولا على مستوى تصريحات الوزراء لا زلنا في مشهد متخبط. كنتمناو بأن السيد الوزير ديال التعليم والحكومة تاخذ هذه المطالب مأخذ الجد وتفتح حوار صريح، لأن هذه الأساتذة ولو كيمثلوا الجزء الأكبر من الأساتذة ديال التعليم. الوزير قال بأن تأهيل الموارد البشرية عنصر أساس في تطوير المنظومة التربوية، وفي هذا الإطار سيلتقي مع النقابات التعليمية للعمل على مواصلة الحوار بخصوص أوضاع نساء ورجال التعليم. بالنسبة لوزارة التعليم كنعيشوا واحد خصوصا العالم القروي واحد العدد ديال المشاكل، من بين هذه المشاكل اللي هي كتعتبر بان كنلقاو المؤسسات التعليميه لا ترقى الى المستوى المطلوب فيما يخص مثلا الاقسام المشتركه اللي تكلمنا عليها في السؤال، هو ان هذه الاقسام المشتركه ما زالت اقسام مبنيه بريفابريكي واللي هو ممنوع. كذلك المؤسسه التعليميه برمتها بالعالم القروي لا زالت تفتقر الى القوم، المؤسسات ما عندهاش تسيج، ما عندهاش الماء، ما عندهاش المرافق الصحيه، التجهيزات داخل الاقسام كذلك. وبالتالي احنا كنشوف بانه الوضع الحالي ديال المدرسه المغربيه باقي تعاني ما تعانيه، باقي الاكتظاظ، باقي دخول مدرسي فاشل، الوضعيه الحاليه ديال المؤسسه التعليميه لا يبشر بالخير. اما المستجدات التي همت المناهج الدراسيه فتمثلت في تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي مع إصدار طبعات جديدة ل13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي. بعد المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب، نتابع كيف مر النقاش حول هذا النص القانوني، وما هي أهم التعديلات التي طالت، ومن جهة أخرى كيف تابع متتبع الشأن البرلماني مختلف مراحل مناقشة هذا المشروع. نتابع كل هذا في تحقيق العدد. مئتين وستة نواب صادقوا على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مع معارضة 67 نائبا، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس النواب. مشروع حسب الأغلبية يؤسس للدولة الاجتماعية. يمكن أن نسجل بإيجابية كبيرة مجموعة من التدابير التي يمكن اعتبارها على الأقل قد تساهم في تحسين الوضع العام داخل الطبقات الاجتماعية. هناك دعم في الاستثمار العمومي، هناك التعويضات العائلية، هناك التعويضات عن فقدان الشغل، هناك تغطية اجتماعية في الأفق للجميع، وهناك ورش كبير يمكن اعتباره ثورة على مستوى المستويات البنية الاجتماعية.
الحكومة قالت بأن تخصيص 8 مليار كزيادة في الأجور و10 مليار لدعم صندوق التماسك الاجتماعي يدحض رأي المعارضة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، كذلك الضريبة على الدخل، كذلك يعني فيما يخص بعض الضريبة على بعض الأدوية اللي يعني للمواطنين محتاجين لها، يعني بكثرة يعني في خلال الأمراض المزمنة اللي كيداوي مثلا على الأمراض المزمنة، أو لا بعض الدخل على بعض المواد الاستهلاكية، أو اللي يعني الغريب في الأمر أن هناك دخل على بعض المواد الإلكترونية. قانون المالية، العروض اللي قدمها والتفعيل اللي قدمه البرنامج الحكومي بعيد عن توقعات المغاربة، بعيد عن طموحات الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، اللي كانت هذه الحكومة والتحالف الحكومي قدم وعود انتخابية كبيرة لحل واحد العدد الإشكالات، إشكالات التشغيل، إشكالات في قطاع الصحة، إشكالات في قطاع التعليم، فك العزلة، ولكن من اللي جاء قانون المالية ما جاوبش على هذه الأسئلة. الحكومة حسب وزيرة المالية حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين، فهل غادر هذا النص الغرفة الأولى بالجودة المطلوبة؟ طبعا الرهانات اللي اعتمدت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية كيطبع أولا تشكيل الحكومة اللي جا متأخر، ثانيا قوانين الإطار اللي صادقنا عليها في نهاية الولاية السابقة، خصوصا القانون الإطار المتعلق بالجبايات، قانون الإطار ديال التغطية الصحية، وكذلك القانون الإطار ديال التعليم، هادو كلهم كيدخلوا في باب النفقات وفي باب الموارد. يعني كاين تنزيل البرنامج الحكومي في مجموعة ديال القطاعات، ولكن باش نكونوا صراحة مع المغاربة، ماشي الإشكالات ديال 10 سنوات و 15 سنة غادي يحلها مشروع قانون المالية. نعطوا فرصة للحكومة باش نشوفوا السنة الموالية شنو غتقدم لنا، أو قانون المالية تعديلي. هذا المشروع ناقشه البرلمان من خلال التشكيلة البرلمانية الجديدة التي ولجت لهذه المؤسسة بعد الانتخابات الأخيرة، فكيف تابع الجسم الإعلامي مستوى النقاش حول هذا المشروع؟ ما ميز مشروع قانون المالية 2022 هو أنه عالج تداعيات كورونا التي زعزعت قطاعات اقتصادية وتجارية وصناعية وفلاحية، وظهر جليا أن الحكومة تسابق الزمن لأجل تدارك الإشكالات التي أوقعتها كورونا. لكن الإشكال الواضح هو أن قلة برلمانيين من ناقش بعمق مشروع قانون المالية، ربما لأن هناك برلمانيين جدد يستطيعون إثارة بعض القضايا لكن لا يذهبون إلى العمق، ومع ذلك تجاوب الحكومة مع بعض تعديلات الفرق سواء الأغلبية أو المعارضة. المختصون في الشأن القانوني لاحظوا بأن المساطر القانونية المؤطرة لمناقشة قانون المالية تم احترامها رغم كثرة التقارير المرافقة للمشروع. بطبيعة الحال مناقشة ديال مشروع قانون المالية تتم يعني وفق يعني مساطر محددة بموجب القانون التنظيمي للمالية. هاد المساطير يعني تتضمن واحد المعطيات اللي هي تقنية قانونية التي يجب احترامها، يعني واحد مجموعة ديال الآجال التي يجب احترامها، وتتضمن كذلك مجموعة من النقاط الأخرى التي يعني ترتبط بمشروع قانون المالية وما يجب أن يرافقه من تقارير أخرى للمؤسسات، يعني واحد العشرة ديال التقارير مرفقة على سبيل الحصر، محددة على سبيل الحصر بموجب القانون التنظيمي للمالية التي في ضوئها يتم مناقشة هذا مشروع قانون المالية، لأنه لا يمكن قراءة الوثيقة الجامدة مشروع قانون المالية بمعزل عن التقارير الأخرى التي تتعلق إما بالاستثمار أو ميزانية النوع الاجتماعي أو غير ذلك. إذن فهي تقارير مرافقة مساعدة بشكل أكبر على قراءة هذا المشروع من قبل السادة الأعضاء ديال المجلس، أو لا من قبل يعني أثناء مناقشته داخل اللجان. مشروع قانون المالية لعام 2022 يراهن على تحقيق عجز في حدود 5.9% من الناتج الداخلي الخام، مع تحقيق نمو يقدر ب 3.2% مع السعي لتحقيق 250 ألف منصب شغل. ما هي الأسباب التي دفعت بالحكومة لسحب مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي؟ وماذا عن نقطة الإثراء غير المشروع؟ وما هي الخلافات الدائرة حولها؟ وكذلك ما هي الاستراتيجية التي ستعمل الحكومة من خلالها على محاربة الفساد؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة. إلى
السؤال الأول موجه إلى السيد محمد صباري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لماذا تم سحب مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي؟ على أي هذا الموضوع أثار لغطا كبيرا، ولكن للأسف أن الأمور لا تقال بالشكل يعني الحقيقي ولكن يتم تزييفها. كيف؟ سحب القانون الجنائي طرح هذا السؤال على المكلف بالعلاقات مع البرلمان، طرح أيضا على السيد وزير العدل في لجنة العدل وأجاب عنها بتفصيل وأكد على أن سحب القانون الجنائي في هذا الوقت يرمي إلى ماذا؟ إلى تعديل مجموعة من المقتضيات القانونية سواء في ميدان العقوبات أي لإدخال نوع جديد وهو البدائل، لأننا نريد أن نضع حدا للاعتقال الاحتياطي، طبيعي جدا أن ذلك يتطلب إعادة صياغة ميدان العقوبات. هذه العقوبات لا يمكن أن تصاغ إلا في القانون الجنائي، الصيغة الحالية المعروضة التي كانت معروضة على أنظار البرلمان لا تتضمن هذه التدابير التي تنوي الحكومة إدخالها، لذلك كان طبيعي جدا أن نتحدث عن تغيير للقانون الجنائي برمة. أضف إلى ذلك سيد الوزير أكد أيضا على أن لديه نظرة تتعلق بالعقوبات وذلك الفرق بين الحد الأدنى والأقصى، وقال على أنه لا بد من جعل هذا الأمد أو هذا المدة أن تكون قصيرة حتى لا يتم التصرف فيها بشكل كبير، ولم يكن قط الهدف هو أنه كما يقال في الصحافة وكما تقول بعض الأحزاب على الهدف هو بطبيعة الحال للقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع. نفس السؤال موجه إلى السيد مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما ذكرتم بأن قانون الجنائي عرف واحد المسار واحد المجهود كبير اللي قام به أستاذ مصطفى الرميد وزير الدولة لما كان وزيرا للعدل، وتقريبا هو فيه واحد 500 مادة، وكان المشروع والهدف هو أنه إصلاحه برمته، ولكن نظرا لبعض الخلافات مع واحد مجموعة من الأطراف اقتصر على واحد مجموعة الأمور اللي متفق عليها، نظرا لأن هناك التزامات للمغرب وخاصة منها محاربة الإطراء الغير المشروع، تعريف الموظف، وكذلك الملائمة مع الدستور الجديد وإدخال واحد مجموعة من التعريف وكذلك العقوبات البديلة. هذا هو الذي تم الاتفاق عليه، ومن ذلك فكان الاقتصار على بعض المواد وليس على القانون برمته. السؤال الثاني، ما هو الجدل الدائر حول نقطة الإطراء غير المشروع؟ هذه على كل حال هذه مجرد أقوال، مجرد محاكمات نوائية لا أكثر ولا أقل، لأن ما أعرب عنه السيد الوزير في جميع اللقاءات سواء في لقاءاته الصحفية أو في لجنة العدل والتشريع أكد على أن الأمر لا يتعلق بهذه الفقرة بالضبط، أي النقطة المتعلقة بتجريم الإثراء، وأكد على أنه مع تجريم الإثراء غير المشروع وأنه لا يمكن المزايدة في هذا الموضوع، وبل أكد على أن الهدف هو تغيير القانون الجنائي برمته وليس الاقتصار على هذه النقطة بالضبط. لذلك كحزب الأصالة والمعاصرة هذا خيار يسير في هذا الحزب، نحن بطبيعة الحال مع تجريم الإثراء ولكن مع تعديل القانون الجنائي في شموليته، وليس في كل مرة نأتي ونقترح تعديلا لمقتضى القانون هكذا. فهذا القانون هذا كان عليه اتفاق بحيث أنه وضع منذ سنة 2016 يعني في عهد الحكومة السابقة للأستاذ عبد الإله بن كيران، ولكن هناك حزب الآن اللي هو اليوم في الحكومة هو اللي اعترض على أن يدرج في هذه الولاية على أساس أنها آخر الولاية، ثم تم عرضه خلال الولايات ديال الأستاذ الدكتور سعد الدين العثماني، ولكن من خلال النقاش الأمور كلها كانت عادية إلى يوم الأخير لوضع التعديلات، فأحد الأحزاب وهو حزب آخر الآن داخل الحكومة الحالية هو اللي دخل واحد 3 ديال التعديلات اللي فرغت هذا القانون ديال الإطراء الغير مشروع من المحتوى ديالو، ومنها أنه ليس لجميع أنواع القضاء التدخل لمحاسبة من يكونون موضوع شبهة للإطراء الغير المشروع والاقتصار فقط على المجلس على الحسابات، أيضا ذمة الزوجة يعني الزوجة لا تدخل يعني في إطار المحاسبة بالنسبة له. ثم داروا واحد الشرط وهو الإضرار بمصالح الدولة، بمعنى أن إذا كان واحد الموظف دار واحد الإطراء غير مشروع ولا يضر بمصالح الدولة فلا يحاسب، وبالتالي يعني هذا فيه واحد الإفراغ من المحتوى دياله، وهذا هو اللي كان محل نقاش. ثم كانت بعض الأطراف أخرى التي عرقلت هذا القانون هذا ديال الإطراء الغير مشروع. ومستقبله؟
مستقبل هو الآن وزير العدل الحالي يتحدث بأن هناك مشروع آخر، ويبدو أنه هذا المشروع هذا هي المادة المقصود منه هو هذه المادة. نحن نقول أنه لماذا يتم هذا بطريقة انتقائية، والحال أننا عندنا 22 مشروع قانون ديال الحكومة، علاش غير هذا بالضبط؟ ثم ملي كربطوه الان بالحل ديال اللجنه لمحاربه الفساد اللي هي عند السيد رئيس الحكومه، بالتالي هذا كيطرح لنا واحد المجموعه من الاشكالات. السؤال الثالث، ما هي الاستراتيجيه الحكوميه في باب محاربه الفساد؟ ربما دعوني اقول لكم، ربما تقصدون على ان هذه الحكومه ليست حكومه مزايدات فقط، لان الفساد هو شعار يؤمن به الجميع، والجميع مؤمن على أنه لا بد من محاربة الفساد المالي. من بين الأمور المرتبطة بمحاربة الفساد هو تعديل القانون الجنائي. عندما نتحدث عن تعديل القانون الجنائي، هذا دليل وإشارة على أن الرغبة تذهب أو تنحو نحو ماذا؟ نحو تجريم الفساد، ونحو يعني إقرار سياسة المحاسبة وترتيبها على المسؤولية بطبيعة الحال. الذي لمسناه هو أنه في خلال التصريح الحكومي ولا كلمة عن محاربة الفساد، نفس الشيء ما كاينش إجراءات ويعني ميزانية خاصة لهذا المجال ديال محاربة الفساد، ولكن المقلق وهو هذا السحب ديال هذا المشروع القانون ثم حل اللجنة اللي كانت برئاسة الحكومة لمحاربة الفساد والخبراء اللي كانوا فيها. فإذا جمعنا هذه الأمور كلها فهذا موضوع قلق عند الرأي العام وعند المتتبعين وعند المستثمرين، لأن الفساد يعني يأتي على لا بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لواحد المجموعة من الحقوق، وخاصة أن المغرب عنده التزامات دولية وكيخص يكون الشفافية في التعامل، ويكون يعني الحكومة عندها واحد الجرأة في محاربة هذه الظاهرة هذه. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. نسألكم السيد الوزير عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتفعيل دور الشباب ليكون لها دور في تأطير الأطفال والشباب، وعن الالتزامات وزارتكم قصد توفير كافة وسائل العمل والتجهيزات الضرورية لتسيير عمل المسؤولين وجمعية النشطة بهذه الدور. شكرا. في نفس الإطار تم ربط دور الشباب بخدمة الإنترنت ذات يعني في فيبر أوبتيك 200 ميجا، حيث تم تجهيز 463 دار شاب بهذه الخدمات، أي بالنسبة 72% من المجموع دور الشباب، وكذلك بالتالي يعني 457 مؤسسة فئة يعني 200 ميجا و700 ميجا، ولكن حنا غنحاولوا نوصلوا لهاد 600 كلهم دار شباب، زائد 300 ديال دار الثقافة هما كذلك خصهم يستافدوا من هذا لا فيبر اوبتيك، لان كاع هادشي اللي كنتكلم عليه مرتبط على الاقل بانترنت اللي ما كانش لحد الان. زعما بعض الاشياء كتجينا انايا هي راه مضحكه فاش كنتكلموا دار شباب ما فيهاش انترنت، ولكن هذه حقيقه كانت. تطبيق رقم 4 للشباب، يعني يهدف هذا التطبيق الى تلبيه انتظارات الشباب المغربي في مجال الولوج الى المعلومات والمؤسسات والخدمات. بغينا نديروا واحد لابليكاسيون اللي غيولي جميع المعلومات مرتبطه بالشباب غتكون في هذيك لابليكاسيون. اليوم ما كايناش، اي شاب الا بغى شي معلومه خصو يمشي كل مؤسسه يمشي لها راسها، وبالطبع كيبقى يعني تضيع الوقت، ومجموعه ديال الاشياء كاينه والشباب ما كيقدرش يستافد منها لانه ما فراسوش بعدا اصلا. حنا كنقولوا تكون واحد لابليكاسيون غيزيرفي لهاد لي جون في دون الكادر هاد الشيء ديال لاكارت جون، باش غيولي جميع المعلومات مرتبطه بهم بما فيهم حتى هاد لا بروتيكسيون سوسيال اللي غتجي غدا غتكون عنده ديك الساعه تما. اعداد مشروع مرسوم خاص بتنظيم مؤسسه دور الشباب، اعتقد ان حان الوقت باش يكون واحد المرسوم خاص اللي غينضمنا هاد الدور ديال دور الشباب، وبالطبع اللي غناقشوه كذلك معكم ومع النواب والنائبات في الغرفه الاولى، وشكرا لكم. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.